دوليا، دائما أعلنت أمس إسرائيل فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية لمدة 9 أيام بمناسبة عيد الفصح اليهودي. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تقرر فرض إغلاق شامل للضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة خلال عيد الفصح. وأشار البيان إلى أن الإغلاق سيتم اعتبارا من منتصف الليلة، على أن يتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم 27 من الشهر الجاري. وعادة عندما يشمل الإغلاق قطاع غزة تغلق السلطات الإسرائيلية معبري كرم أبو سالم التجاري وبيت حانون.